السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتحدث عن العمارة الإسلامية. هذه محاولة لتوثيق إنشاء قباب المساجد. يا سادة، إن القباب في المساجد تعبر عن السماء حين نتطلع إليها من الداخل، كما أن هناك علاقة بين أهمية جمالية الضوء في المساجد وبناء القباب. بالطبع، القباب تجعل الإضاءة متميزة وجيدة في المساجد، لذا فإن القبة وسيلة هامة للحصول على كمية النور تخدم المسجد في وسطه وداخله، وذلك عن طريق النوافذ التي تكون في القسم الأسفل والتي تقام فوق القبة. وهذه قباب صغيرة كما نشاهدها، أما القبة الكبيرة فارتفاعها إن شاء الله يصل إلى 20 متر. ونؤكد مرة أخرى أن القباب وسيلة هامة للحصول على كمية النور تخدم المسجد في وسطه وداخله، وذلك عن طريق النوافذ، هذه النوافذ المتعددة. هذه النوافذ التي تقام فوق القبة. إذا نحن نوثق العمارة الإسلامية بمسجدنا أو مسجد قريتنا اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021. هذا توثيق لإنشاء القباب والعمارة الإسلامية. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكرا.